نجدد تحية لمن التحق بنا في هذا الجزء الأخير من رونديفو نوف لليوم. نستقبل في هذا الجزء فوزي الزياني خبير في السياسات الفلاحية. مساء الخير. مساء الخير، تحية ليك ولكل المشاهدين. أيضا عبد الحميد منجم مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة. مساء الخير. مساء الخير، تحية ليك ولكافة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. نبدأ بتشخيص واقع الوضعية، وضعية المياه في تونس. السدود التونسية تصل إلى مستويات دنيا في أيضا. وزارة الفلاحة وضعت ملف إدارة المياه لهذه السنة تحت شعار الاعتدال في استعمال الماء. هنا السؤال الأبرز، كيف يمكن مجابهة هذا الواقع في علاقة بوضعية المياه في تونس؟ شكرا. في البداية نحب نشكركم على الاستضافة ونحكيه على الوضعية المائية. نحكيه على تتالي 6 سنوات من الجفاف المتتالي، وهذا أن نحن على 7 سنوات، سنة واحدة كانت ممطرة هي سنة 2019، ومن ذلك التاريخ ونحن كل سنة تكون أقل تساقطات من السنة اللي قبلها. السنة هذه بعد ما أنه الخريف ما كانش ممطر، جاءت الأمطار في شهر نوفمبر، أواخر شهر نوفمبر بداية شهر ديسمبر، وصلنا تقريبا تساقطات 60% من المعدل العام، يعني للفترة هذيك، واللي هو تقريبا 40% من المعدل السنوي. هذا كله أدى إلى وصلنا إلى نسبة تعبئة ولا نسبة المياه المعبأة من طاقة الخزن بالسدود تقريبا في أقصى الحالات وصلنا 37%، لكن اليوم الوضعية صعبة وحرجة خاصة بعد الاستهلاك، معناها لأن نحن ديما نستهلكوا. وصلنا إلى الوضعية المائية اليوم تقريبا نسبة امتلاء السدود في حدود 30%، وهذا يخلينا معناها يلزمنا خطة محكمة باش نتصرفوا في الموارد هذه القليلة، وباش نجموا نعديوا الصيف ونوصلوا حتى للخريف. شنو الأسس نتاعها الخطة هذه؟ لأن من بعد اللي باش تطرحوه الكل باش نتوجه به للسي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية لتقييم ممكن هذه الاستراتيجية. أهم متوجه في الخطة هذه هو أولا الاقتصاد في الماء في كافة المراحل من السد حتى للمستهلك، هذا أساسي وواجب. ثانيا في فصل الربيع وفصل الزراعة، الزراعات معناها ذات الاستهلاك الكبير كما الطماطم والدلاع وما إلى ذلك، نحن وجهنا دعوة أنه في المناطق السقوية الكبرى ما ثماش زراعة للخضروات خاصة الفصلية اللي تستهلك برشا ما كما القرعيات. ثالثا واللي هو مهم ياسر، أن نحن كل نقاط المياه واللي ممكن أنها تساعدنا خاصة الأبار المتواجدة على محاور جلب المياه ومحاور تحويل المياه للمدن وين الطلب كبير برشا، أن أحصيناها وعديناها وربطناها، ربطنا جزء منها بهذوما قنوات الجلب والتحويل باش نقصوا من العجز المائي في مختلف الجهات، وباش نجموا نمددوا في القدرة على الصمود للمنظومة الكل أكثر وقت ممكن. باش نرجع معك بعد قليل على مسألة ترشيد استهلاك المياه بالنسبة للقطاع الفلاحي، لكن خليني ناخذ رأي سي فوزي الزياني حول اللي كنا نسمع فيه في علاقة بمجابهة هذه الوضعية المتعلقة بالمياه، وهي وضعية صعبة حسب ما هو معلوم. البرامج اللي قدمتها وزارة الفلاحة هي ما يسمى بالترشيد. الترشيد هو خلينا نقولوها الكلمه ما تسالش، هي القصه، معناه الناس ما تاخذش الماء على كيفها. انا هذه كلمه نقولوها بكل صراحه لانه احنا بلادنا تعز علينا، والصراحه تكون هي تقريبا المعيار اللي يحدد مدى انخراطنا في مشروع وطني يكون يحل مشكله المياه في تونس. لكن فما نقطه مضيئه ممكن ما ذكرهاش سي عبد الحميد، وهي المحطات التحليه. احنا كنا مش نعديه وممكن صيف صعب وصعب جدا وممكن أصعب من السنة الفارطة،
لأنه ما نعرفوش درجات الحرارة مش ترتفع لأي درجة، والتبخر هو في يوم واحد تقريبا 680 ألف متر مكعب تبخر، وهذه راهو عادي جدا ماهوش سكوب، لأنه عندك حرارة يتبخر شبيه، ما يتبخرش في أماكن أخرى في العالم، يتبخر في كل الأمكنة. لكن احنا النقطة المضيئة إن شاء الله محطة التحلية بصفاقس والزارات، أنا حسب تقديري إنها مش تحل برشا مشاكل، وهذه حاجة إيجابية ونعتبروها من المشاريع الكبرى في تونس اللي تذكر فتشكر. لكن ما عدا ذلك كما قلت لك الترشيد الحوكمة هي القصان على التوانسة. مسألة يعني الاستغناء ممكن على بعض الزراعات اللي كان يذكر فيها هذيك بطبيعة الحال هم يلزمهم يقصوا على الفلاحة، لكن احنا تو يقولوا نقصوا وما صبتش المطر ست سنين يعادش بيه نعرفوه هذايا. اش عندك كبدائل اش عندك كبدائل كدولة؟ الدولة هي الراعية للفلاح للمواطن للمستهلك، يزمك تروح الدوش، يزمك هذه حاجة تربي، هذه أمطار من عند ربي. شنو هو الحلول تقترح؟ ايه بطبيعة الحال هذيك كيف هي حاجة تربي، دونك ما نعملوش عليها، ما نقولوش ما صبتش المطر دونك ما عندناش ما نعطيوش للفلاحة، معنى هذا الكلام زادة. شنو الحل؟ الحل برشا حلول عديدة، مثلا اللي ما اقترحتهاش الدولة ولا معناها السلطات المعنية اللي هي تو بدأت تخدم عليها، مثل المياه المستعملة اللي هي تتعالج واللي هي قادرة باش تعمل لنا برشا حاجات، راهي تنجم توصل 25% وسي عبد الحميد يجي يصلحني من احتياجاتنا من الفلاحة، تعرفش معناها 25%؟ معناها مش نحلوا مشكلة تربية الماشية تقريبا الكل هذاك القطاع، لأنه الأعلاف مش تجينا من غاديك وبالوافي، مشكلة الزيتين أيضا مش نمشيو للزيتين، ونجموا نتقدموا لأشياء أخرى قد ما نحسنوا وننظفوا في هذاك الماء. ثم الأعطاب وحكينا فيها حتى المرة الفاتة كانت تذكروا الأعطاب اللي يعرف سي عبد الحميد إنه الأرقام اللي قدمتها وزارة الفلاحة تقول لك احنا نضيعوا بما يقارب 32%. 32% هذوم كيف تلمدهم؟ راهم ما شاء الله من كميات كبيرة من الماء. هذايا ما فماش لحد الآن، ما فماش عندك شي برنامج أنت باش تصلح القنوات؟ ما فماش شوية، فما موجود مش بالشكل المطلوب واللي يوازي ويتماشى ويتماهى مع حجم المشاكل. عندك شي فما مشروع إن شاء الله يرى النور، تحصلت تونس على قرض لمعالجة المياه المستعملة، لكن يلزمنا بسرعة بسرعة بسرعة، الناس ما تستناش، ما تجيمش تقول أنا ما ندوش ولا ما نشربش ولا الفلاح شنو ذنبه أنه من يوم لآخر يصبح غير قادر على كسب قوته وعياله. ثم نمشيه تجميع مياه الأمطار، راهو خاد أكثرية الماء مش البحر، يلزمنا نجمعوا هاك الماء، هذيك هو الحل الأسلم والأنجع وال... يلزمك تمدد أكثر من السدود يزم... وهذا يلزم فلوس. لا 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 ممكن زيد ممكن زيد سي عبد الحميد منجة أنه حسب ما فهمت يعني من كلام سي فوزي أزياني الذهاب دائما للحلول الآنية ولا الحلول اللي ما تكونش مرضي عليها كما قصنا الماء لازم نبعدوا عليه ونمشيوا في حلول طويلة الأمد وأيضا استراتيجية لسنوات طويلة. شوف مدام أنا نحن راو اللي يحكي عليه السيد الخبير هذا راو هذا اللي نخدم عليه محطات التحلية، نعرفوا اللي محطة التحلية متاع صفاقس إن شاء الله مش تدخل قريبا كذلك في أواخر شهر جوان بداية شهر جويلية، حيز الاستغلال واللي هي مش تخفف برشا الضغط على المحور معناه الشمالي من لتحويل المياه. نعرفوا كذلك عندنا مشروع كبير برشا في إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي، نحن نخدم عليه وعندنا استراتيجية كاملة لهذا، لكن هذا رمهوش للصيفة هذه، الصيفة هذه ثم عندنا خطة استعجالية لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال الصيف. السوناد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عندها خطة فيها تدخلات معينة قاعدين تدخلوها، وكذلك على مستوى الريف عندنا خطة استعجالية لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي أو في الوسط الحضري. عندنا توا نقطة مذيئة هي اللي هو دخول محطة الزارات لحيز الاستغلال اللي دخلت الأيام الفارطة القليلة الفارطة واللي هي مش تأمن تقريبا 50,000 متر مكعب في اليوم، وخاصة جهة الجنوب الشرقي كلها مش تكون سناء في أريحية كبيرة اللي هي جابس ومدنين تطاوين كلهم، لأن هذوما مش يستفيدوا من المحطة هذه. وكذلك مع دخول محطة التحلية بصفاقس مش تتحسن الوضعية، كذلك التوجه نحو إعادة استعمال المياه استخدام المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي
واللي هو تقريبا عندنا تقريبا 292 مليون متر مكعب من المياه المعالجه. قال لك تنجم توفر 25% من احتياجاتنا المياه الري في المستقبل. في المستقبل في المستقبل هذه راهي مشاريع كبرى. المستقبل القريب او المستقبل البعيد عندنا الخطه. نحن ثم مشاريع مش تنطلق من سنه من فتره 2025 2030 ومشاريع كبيره تتطلب استثمارات. راهو محطات المعالجه هي موجوده في المناطق العمرانيه الكبرى بجنب المدن الكبرى. بجنب المدن الكبرى ما ثمش مناطق سقويه مناطق طلب. يلزم نحط قنوات تهيئه وقنوات لتحويل المياه المعالجه من مناطق الوفره والمناطق الانتاج نتاعها الى مناطق الطلب اللي هي المناطق الفلاحيه. وهذا عندنا مشروع كبير ياسر ونحن الدراسات جاهزه تقريبا باش نطلقوا في الانجاز. واش يكون مشروع البدايه الاولى باش نعملوا تقريبا 10500 هكتار منهم 8500 مش يكونوا ما بين في ولايات بن عروس منوبه زغوان حتى لزغوان. باش نمشيو حتى لزغوان لان زغوان اصبحت منطقه معناها تشكو برشا نقص في المياه. وعندنا تقريبا 2500 هكتار في صفاقس و700 هكتار توا هذوما الحاليين مش ندخلوا في الانجاز نتاع المشاريع هذيا معناها واضحه مش ندخلوا فيهم في القريب العاجل ان شاء الله العام الجاي يبدا. بربي نحب نتفاعل معك استاذ واعتقد انه ربما السؤال موجه لكم الزوز فيما يتعلق بالخطه اللي حطيتوها من اجل الاقتصاد في الماء. كما حكيت انت من مرحله يعني الاقتصاد في الماء على مستوى السدود الى وصولا الى الاقتصاد بالنسبه للمستهلك. احنا نعرفوا انه فما انه السونات تقريبا توا تقريبا عامين دخلت يعني في عمليه نتاع قطع دوري للماء على بعض على المناطق بطبيعه الحال بشكل دوري. نحب نسال انا هل العمليه هذه اللي هي اعتقد انه جزء من الخطه من اجل الاقتصاد في الماء بالنسبه للمستهلك، هل الخطه هذه او العمليه هذه اعطت اكلها او لا؟ أو حققت نتائج مرجوة أو لا؟ وكانت نجم تعطينا حتى أرقام. ثم الحقيقة فيما يتعلق بالموضوع هذا أنا نعتقد اللي راه يلزم فما علاقة ثقة تكون ما بين السونيد وما بين المواطن التونسي. بما معناه كيف السونيد تجي تقول راه باش نقطع الماء من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا راه معناتها من التسعة للخمسة. مش انا نحل الماء السبعه ما نلقاش ماء، مش نحل الماء السبعه ما نلقاش ماء، معناتها راهو زاد باش تشجع المواطن التونسي على انه ينخرط في هالخطه هذه وينخرط في العمليه هذه من اجل المحافظه على هالثروه والنعمه هذه اللي اعطاها لنا ربي، راهو يلزم تكون فما علاقه نتاع ثقه، لانه انا الحقيقه معناتها والله توا بركه ميساجات تجيك تشكيات يقول لك راهو السونيد تقول لنا راه مش نقصوا الماء من الخمسه من التسعة متاع الليل للخمسة متاع الصباح والسوناد لا تلتزموا بذلك. وقت شنو باش يصير؟ باش تولي عملية عكسية. وقت المواطنين يوليوا يعبوا في البتات ويعبوا في الدبابز ويعبوا في كذا هكا وملي نكونوا على الأقل جينا باش نربحوا أعتقد أنه ربما بالعكس باش تولي نخسروا أكثر ماء. ليكم الزوز ما نعرفش شكون ينجم يجاوب. أكيد نجاوب. الخطة هي تنبني أساسا على معالجة الأعطاب في وقتها. عندنا برنامج لمعالجه معناها النقاط السوداء الكل والمناطق اللي فيها اشكاليات نتاع ديفويت هذا كله معناها موجود. ثانيا بالنسبه الى التجهيزات صيانه كل ما هو تجهيزات لان التجهيزات هذه اذا كان مضخه تطيح لك او شيء من هذا القبيل راهو نجم تعطل لك ملء الخزان وبالتالي تقع لك مشاكل في التعبئه وفي تزويد السكان. ثالثا تشجيع المواطنين على اقتناء التجهيزات المقتصدة على مستوى الحنيفيات. ثالثا ثم خطة كبيرة إلى تحديد الدفق في معناها المؤسسات ذات الاستهلاك الكبير كما على مستوى الجوامع على مستوى المدارس. معناها إذا كان ثم معناها تدفق كبير ياسر للماء نجم ثم تجهيزات نجم نضعها باش يولي الماء ما يتقطعش لكن الماء موجود لكن بكمية معقولة وفيه اعتدال في الاستهلاك نتاعه. نجي معاك على موضوع قطع الماء. ما نلزمناش نقارنوا الماء مثلا بالكهرباء. الكهرباء كي تنزل على البوطان يقص الضوء على الناس كل في نفس الوقت في نفس اللحظة. صحيح. الماء ثم ديناميكية كاملة
تقص عليه هذه ميكانيزم ياخذ وقت. ميكانيزم ياخذ وقت وقت نقص الماء، الماء مش يقعد في الريزو. ثم ناس اللي في المناطق النوطة المنخفضة مش يقعد الماء موجود عندهم، بينما المناطق المرتفعة في العادة هم الأولانيين اللي يقص عليه الماء. نفس الشيء كي رجع الماء مش تقع التعب أنت على القنوات، وبالتالي يقع الاختلال ما بين المناطق. هذا لقينا زاد حلول توا مع الشركة قاعدين نخدموا عليه، معناها بطرق علمية باش تولي كيما الفوقانيين كيما اللوطانيين نوصلوا للعدالة. وهذا هو واش نحبوا راهو استاذ احنا، احنا نحبوا الطرق العلمية، ما نحبوش الطرق الرعوانية، خاطر الرعوانية تضرب لنا ثقة وقت مع المواطن وقت ما نعملوا شيء. راهو تعديل وراهو صعيب برشا، راهو وقت اللي قصوا الماء راهي عملية صعيبة صعيبة. آلاف الساكورات اللي يلزمها تتسكر في نفس الوقت وتحل، هذا معناها جهد كبير ياسر، وخدام لازم تخرجهم في الليل وفي النهار ويحلوا ويسكروا. وبعض الحالات معناها كي تحل وتسكر يفرغ لك في زون معينة يولي يخلق لك مشكلة، تولي لك كاس يقع إكلاتمان، معناها راهو مش مش أرياحية، معناها هو الحل السهل أن ولا انستالاسيون القديمة كما كان يحكي مهدي، مش الحل السهل راهو القصان. القصان راهو حل صعيب برشا ومكلف برشا وفيه جهد كبير ياسر، والسنة إلى حد الآن رانا مازلنا ما قصيناش. في العيد عبينا الخزانات الكل، لكن ثم ما ثم بلايص قص عليهم في العيد، قص عليهم لان ثم استهلاك مفرط يفوق طاقه الخزن اصلا. باش نرجع معاك على زوز مسائل وهي الربط العشوائي وايضا مساله الابار العشوائيه، لكن واضح انه سي فوزي انت ضد مساله القطع. خلينا نقدموا شويه شنو ممكن الحلول اللي البديلة تقترحوها، وايضا السياسات الفلاحيه كخبير اللي تقترحوها في ظل الازمه نتاع المياه اللي تعيشها تونس. والقطع راهو تقريبا يعني لا مفر منه، لانه ما عندكش انت، عندك كميه يلزمها تتوزع على التوانسه. صحيح الكلمه المفتاح انه ماذا بينا شويه عداله في القصان، خاطر احنا شفنا حتى في بعض الولايات احيانا، وهذا انا نتذكر بعض الاشياء، فما بعض الاحيان ما يقصوش عليه على خاطر فيها فلان وفلان. دونك ماذا بينا العداله هذه تكون موجوده حتى في كي عندنا مشاكل نحاولوا نتقاسموها مع بعضنا. لكن احنا خذينا الجانب الماء الصالح للشرب، راهو زاد يلزمنا نعرفوا احنا نستهلكوا في حوالي 500 مليون تقريبا متر مكعب في السنه المواطنين. فاش؟ ماء الصالح للشرب؟ لا 860 مليون. يعني بلغه اخرى حبيت نقول انه الماء الصالح للشرب هو راهو يمثل في حوالي 12% مش 20% خاطر فما الصناعه، من نسبه الاستهلاك، من نسبه اللي عندنا المياه الكل. يعني زاد باش ننسبوا الامور انه قد ما نجموا نعملوا حوكمه، راهو معناها ماهوش اللي ماشي نقلبوا الموازنه، يلزمنا ان نعملوا الصيانه اللازمه، وهذا يلزم الاستثمارات، والاستثمارات هي نعتبرها ضروريه ومعناها من مشمولات الدوله انها تسرع فيها، وراو نجمو تحصلوا حتى على التمويلات، لانه عندنا برشا دول شقيقه. احنا مثلا مشروع تحليه المياه في صفاقس من تمويل ياباني بقرض 25 سنه تقريبا في ما يتعداش 1%. يعني انت عندك دول صديقه مستعده تعينك في الجوانب هذه الصعيبه واللي فيها معناها تتطلب اموال كبيره، 1000 مليار تقريبا. وانا سمعت حتى السفراء السابقين يقولوا نحن مستعدين لمواصله اعانه الدوله التونسيه في مجال الفلاحه والبيئه، هذوما يقول لك اختصاصاتنا واحنا فيهم ونحبوا نشجعوا فيهم الدول. احنا زاد يلزمنا نقدموا مرات المشاريع، نقدموا الافكار، ما نقعدوش مكتفين يدينا، لانه انت عندك مجموعه من الفلاحين اللي هما قاعدين متضررين، شنو ذنبهم؟ الارياف التونسيه وما ادراك من الارياف التونسيه، شنو ذنبه في هذا الكل؟ تعرفوا الأرياف أنت وقت اللي هي النظام البيئي الريف في حد ذاته، هي السلم الاجتماعي، هي التنظيم نتاع المجتمع نتاعنا. وقت اللي الناس هذه تخرج تبحث على قوتها حقها ولا لا، ما عملتش لا سرقت لا خطفت، تهبط لك المدينه من بعد، ما تلومش انت مش يحصل في المدينه، ما تلومش. بالتالي احنا خسرنا الانتاج، ضربت المنتوج المنظومه، ومعناها ولينا عمقنا الديبندونس نتاعنا معناها للخارج في الاستيراد. لا، يلزمنا وقفه حازمه. انا نعتبر ان القضيه الفلاحيه مش على خاطرني فلاح، انما هذا في العالم في الاقتصاد يقراوه الفلاحه هي الاساس. الدول المتقدمه الكل عندها فلاحة متقدمة، ما هواش حكر على تونس. قا أنا البطون الخاوية لا تصنع التاريخ، إذا ما تحققش إنتاج
وأمنك الغذائي ما تحققوش يحس في نفسي، لأنه السنوات الفارطة خاصة بعد الثورة يعني قعدنا نتفرجوا على بعضنا، السدود معبية شوية، خليها ما تسيرش حتى تفرق. وقت اللي التفكير الحقيقي يبدأ من لابوندونس، وقت اللي أنت عندك معبي السد الحقيقة، لوموا على الناس الوزراء هذوما اللي هما قعدوا معناه ويتذكروا مليح. أنا شخصيا قلت لهم كم من مرة فيقوا لرواحكم، راهو التاريخ لن يرحم، لأنه بلادنا في حاجة لنا. كيفاش أنت ما تخممش في غدوة؟ إحنا عندنا مثال شعبي في تونس، الناس كل تعرف تقريبا يقول لك خمم في قايلة غدوة. لا، إحنا لا خممنا في قايلة اليوم على حين اليوم ولا غدوة ولا بعد غدوة. وبالتالي يلزمنا الفلاحة تكون هي المحرك الأساسي للاقتصاد، مش على خاطر كلام نقوله فيه كل واحد يدافع على مهنته. لا لا، هذيك هي مسيرش. إحنا ننجو حبوب 30% من احتياجاتنا يا رب، ميسيرش كل عام نفس الشيء تقريبا، واحنا نتفرجوا ما سبتش مطر. شو معناه ما سبتش مطر؟ بربي استاذ على مطر ميسيرش. مادام انت تحكي على حلول بديله او خطط بديله، سمعنا المده الاخرانيه انه فما امكانيه لاعتماد الاستمطار على السلاسل الجبليه نتاعنا، سمعنا في وسائل الاعلام. ونسالكم ربما زوز، هل هذا الساعه في بلادنا ممكن ولا مش ممكن؟ ومع شكون معناتها باش نعتمدوا الآلية هذه؟ ومع كان فما شراكات ولا شيء من هذا القبيل؟ وهل الدول اللي اعتمدت التقنية هذه أو الآلية هذه هل نجحت أو زاد عندها انعكاسات ربما سلبية فيما بعد؟ والله رأيي الخاص هو كيما موسم الحج، عرفتك الموازي. احنا جي فما فترات وقت اللي عندنا مشاكل تخرج برشا حاجة الاستمطار، مش حاجة جديدة، الناس كل تعرفها قبل. عندها كل اعتمدناها احنا في تونس، لا ما اعتمدناش، معروفة موجودة في الامارات في الصين في غير ذلك، لكن كل حاجة عندها السلبيات نتاعها. انا شلزني نمشي للاستمطار وقت اللي انا عندي كنا نحكيه نصلحوا قنواتنا، نلمدوا الماء نتاعنا. 36 مليار ولا 35 مليار متر مكعب من التساقطات، عندنا كاباسيتين تاع سدود 2 مليارات ونص. هي نمشيو في التوجه هذا. مطر عندك جايه بلاش، والمطر هذيك احسن برشا برشا من اي نوع ماء اخر. هذه هامه جدا باش نعرفوها، هذيك قيمتها بالنسبه للنبته وبالنسبه للفلاحه وانعكاساتها ايضا على المنتجات الفلاحيه والايكو سيستم. هي تنحافظوا على هذاك، ثم نمشيو في الصيانه، نمشيو في المياه المستعمله، نمشيو في معالجه المياه المالحه الجوفيه عندنا في الجنوب والوسط قبل حتى من نمشيو لتحلية مياه البحر. وهذا يهزنا سي فوزي باش نحكيو مع سي عبد الحميد على زوز مسائل أو ثلاثة مسائل، وهي الآبار العشوائية وأيضا الربط العشوائي، وخاصة خاصة موضوع الجمعيات المائية، لأنه الموضوع هذا هو موضوع ممكن يتطلب حتى ساعات وساعات من الحديث نظرا للمشاكل اللي موجودة في الجمعيات المائية. شكرا. اساسا احنا رانا مانيش مختلفين، هذا هو توجه الوزاره، راهو اعاده استعمال المياه المعالجه، تعبئه الموارد كل الموارد، وعندنا برنامج راهو في 36 سد، معناها في دراسه المياه في افق 2050 ثم 36 سد مبرمجين، كذلك ثم سدود باطنيه لتخزين المياه في باطن الارض، كذلك عندنا برنامج لشحن الموائد المائيه، برنامج كبير برشا لتحويل فائض مياه الشمال في وقت الوفرة إلى الوسط باش نخزنوه واستعماله. هذا كله موجود في توجه الوزارة، وهذا اللي نخدم عليه. نمشي ونتعدوا إلى موضوع معناها الجمعيات المائية. كما تعرف معناها الماء الصالح للشرب في الريف وفي المدينة ثم زوز متدخلين كبار برشا، هما السوناد اللي هي تقريبا تزود 88% من السكان التونسي، يعني 100% من المدينة و 50% ولا 54% من الريف. اش بقى؟ بقاو 41% من الريف اللي هم تزودوا فيهم المجامع المائية، اللي هم يمثلوا في نسبة التزود الإجمالية تقريبا 12% من السكان. هذوما عندنا تقريبا 1800 منظومة مائية في الريف، ويتصرفوا فيهم 1495 مجمع مائي، يعيشوا عديد الصعوبات، عديد المشاكل، وعديد المشاكل هذه مشكل كبير برشا، خاصة الربط العشوائي على القنوات. كما تعرف انت الامتداد الشبكات طويل برشا في الريف، عندنا شبكات توصل حتى 150 و 160 كيلومتر، وهذا يخلي، وكذلك الطابع الريفي للمناطق هذه يخلي زاد الناس يفكروا ديما في الفلاحة، واللي يربط عشوائيا على قناة الماء الصالح للشرب باش يسقي الزيتونات باش يعمل شوية فلاحة، وهذا كله يخلق معناه اختلال
التوازنات المائية كلها للشبكة، يولي مجموعة تشرب ومجموعة ما تشربش، لأن اللي يربط عشوائية زاد ما يخلصش لأن ما عندوش كونتور الربط العشوائي، كيفاش باش يخلص؟ مش تحسب في الضياع، تدخل الجمعية في دوامة في مديونية مع ستاد، مشاكل مالية أيضا، تقص عليها السناد، مشاكل مالية. معناها هذوما نحن سنا وضعنا خطة محكمة لإزالة الربط العشوائي، وفيها معناها فرق على المستوى المحلي على مستوى المعدوميات، فرق على مستوى الولايات، وفريق مركزي للمتابعة، وعندنا متابعة يومية، وإن شاء الله معناها عازمين أن سنا معناها مش نحيو مش نحاولوا الآفة هذه نقضيوا عليها مع بعضنا. كذلك الاستخلاص، راه ماهوش من المعقول أن الناس يشرب ويستغل أو يستهلك المرفق وما يخلصش، ما يخلصش معناها اليوم ما يخلصوا ثلاثة، غدوا يولوا عشر، يقول بعد غدوا يولوا عشرين، بعد تولي الجمعية كلها مفلسة، بعد تقص عليهم السوناد ولا ستاك، إذا كان بيكاج على السوناد تقص عليهم السوناد، إذا كان مستاك تقص عليهم ستاك، وندخلوا فك الدوامة هذيك، وهذا كله راهو برشا ناس يتضروا. ثم ناس نعرف يحبوا يخلص ويحبوا الخاصة، سمحنا العدد كله يعني نحن تو مش كل معددات خاصة، واحد يجني على البقية. شوف نحن تو تقريبا 73% عملنا لهم عددات خاصة، تبقى راهو باش توصل تعمل شبكات بالعدد الخاص راهي مكلفة، ومكلفة جدا. كان نقول لك قداش الدولة تصرف باش نزودوا مواطن في الريف، تقريبا أقل منظومة مائية ما بين 3 و5 مليون دينار، يعني نحن المواطن نصرفوا عليه باش نزودوه الماء، مش كما راك تزود في تجمع سكني في مدينة يبدو المواطنين قرب بعضهم، حتى الشبكة أقل، الاستثمار أقل، الاستثمار للفرد الواحد يكون ضعيف. هذوما تشتت، ما تعرفوا الناس كل الريف، الناس متباعدين وكل شيء. باش توصل أنت تزود مواطن يلزمك تدفع 2000 دينار، بربي سي عبد الحميد، المجموعة الوطنية تدفع 2000 دينار، العائلة من 5 من أفراد باش نزودوهم بالماء ونعملوهم السبالة الخاصة كما قال الأخ، يلزمنا ما بين 10 و12 ألف دينار تتكلف على المجموعة الوطنية. بربي سي عبد الحميد، هو سؤال ليك ولسي فوزي زادة. احنا شفنا تو حتى مؤخرا السيد رئيس الجمهورية استقبل السيد وزير الفلاحة وحكى معاه على موضوع الجمعيات المالية، وحكى السيد الرئيس على ضرورة انه يتم وضع يعني نظام قانوني جديد ونظام قانوني جديد فيما يتعلق بهالجمعيات المائية هذه. انتم بما انكم معناتها خبراء وتعرفوا وقراب وتجيكم حتى معناتها الارقام والمعطيات الكل، كيفاش تراو هالنظام القانوني الجديد هذا اللي ينجم يحل المشكله نتاع الجمعيات الماليه المائيه؟ سمح والله انا شوف عندي تجربه فيها فلاح، المجامع المائيه هذه فاشله 98% فاشل تقريبا، يلزم القطع معها نهائيا. شنو البديل؟ في التسعينات الدوله اخطات انذاك، كنا بسرعه مشينا سيبناهم للخواص، اعطيناهم فرصه يعبثوا. نعم لخص لك بكلمتي، ولا حسيب ولا رقيب، فيها ملفات فساد فما كل شيء. انا نعتبرهم فاشلين 98% فاشلين برا سيدي، على 90 كادو 10% لم تحقق الهدف اللي من اجله بعثت. معناتها ايش نعملوا تو؟ راهو الماء احنا تو ساعه باش نحكيو سيدي، احنا الناس قلوا على القصان الماء بالضبط، سامحني يلزمها ترجع للدوله، يلزمها الدوله كانت هي تسير فيها. انا نتذكر دخلت المنطقه سقويه معينه خلطت على اخر ايامات الدوله، من بعد سايبوها وبدا العبث، لكن يلزمها ترجع. الماء حاجه فيتال، حتى كي تاخذ حاجه الدوله تزيد ندخلوا في الفساد. لا لا لا، نجموا نعملوا الامور الرقمنه، نجموا نتبعوا لي كونتور، نجموا نعملوا برشا حاجات يا سيدي، نخموا على حاجه اخرى. هذه فشلت، هي نبدلوا على بديل. وربي فرد مره انا فما ناس بعثت لي بربي المنطقه السقويه بوجمل في صفاقس، معناها هذه منطقه معطله عندها سنتين، لانه انا حلف لي واحد قال لي بربي وصل لي علي انها هي تجسد هذه، معناها المنطقه اعطات الماء لمنطقه اخرى، معناها تحرمت من اعطاها للشرب لانه ماء جيد، الماء هذاك للمنطقه الاخرى خذاو سي، معناها تعرفها اكيد انت، معناها في بغرار البير اللي تحل والامور مشات. التو مرجع لهم الماء، شنو ذنبهم؟ تجي تعمل مزيه انت كفلاح وتوافق انه الماء نعطيوه لاخواننا يشربوه واحنا ما ناخذوش، معناها الناس الاخرين. الواحد لحد الان السوناد خذات، الستيك شنو هذا خلص هذا ما خلص، بربي على المباشر نطلب منك تشوف الموضوع هذا لانه يعنيكم بطريقه مباشره، لانه التلكؤ نتاع الاداره زاد احيانا راهو المواطن فد منه، صحيح صحيح فد منه. وبالتالي انا رايي انه يلزمنا بسرعه تامه
نلقاو حل، زعما ما نجموش نلقاو حل لاداره هذه المجامع المائيه باش نوفروا الماء. راهو فما مناطق سقويه، راهي تعرف المناطق السقويه، خلينا نقول لكم فكره وتعرفها انت، يعني راهم حوالي 500 الف معناها هكتار، هذوما 10% من الاراضي في تونس. تعرف هذوما كي يتخدموا بالباهي يوفروا لك برشا انتاج، عشرات في المئه من الانتاج، لانه المنطقه الاكتار في السقوي يجيب لك احيانا 5-6 مرات قد البعلي، وبالتالي عندك فرصه انت كيف تتوفر الاراده الحكوميه. شو معناه بير ما يخدمش؟ شو معناه تو بير؟ معناه يجي يعمل لك 100 اكتار ما تخرجش منه الماء، مش معقول. وبالتالي الحوكمه هذه تقريبا يلزمها تكون حاجه. نجاوبك انا الفؤاد الراسيونال في الموضوع هذا، راه يلزمنا نكونوا معناها راسيونال برشا. ايوا باش نحكيو علاش وكيفاش، ها مش نفسر لك باش الناس الكل تفهم علاش مشات الدوله انها تعمل الجمعيات خاصه في الماء الصالح للشرب. لو كان وصلنا كان الصوناد هي تدخل، راهو ما عندناش اليوم نسبه التزود اللي نحن فيها تو. داكوردو؟ لان في الوقت هذاك حبينا نوصلوا نزودوا اكثر ناس عدد من السكان التوانسه بالماء الصالح للشرب. وذاك على تخلقوا المنظومات هذوما اللي هما مستقلين، تلقى بير في الاول بدات ببير وخزان وحذاه سبالة عمومي وحذاه مزود سهري. بعد البير هذاك والخزان والسبالة العمومي جاوا العباد، لان الماء يخلق الحياه. صحيح. الحياه تتلم بحذاه، يجوا الناس ولوا يسكنوا حذا ولا تجمع سكني ولات اسباب خاصه ولا يحبوا يربطوا لارواحهم. وبشوي في الاول كانت الوضعيه ممكن انها تتصرف فيها جمعية، لكن تو بالرؤية شاملة معناتها كانت وقت رؤية تحديثية شاملة معتمد للمجتمع للريف بالضبط. تو ولينا نحن نظرا لعدم توفر الموارد المائية في المنطقة دي نعملوا اكستنسيون على اكستنسيون، نطولوا الشبكة من هذا لين نولد شبكات طويلة، وبعد غيرنا ولوا الناس كل المواطن في الريف وهذا حق باش يستمتع بنفس المرافق كيما المواطن في المدينة، يعمل السال دو بان في الدار ويعمل كل شيء ويعمل الماء في وسط الدار. ولات يحبوا زدنا ولت اسباب العمومي ولوا يعملوا الربط العشوائي باش يدخل الماء للدار، ولت المنظومه معقده وبالتالي فاقت قدره التصرف عن طريق جمعيه مائيه. وذاك علاش لابد من وضع معناها نمط جديد للتصرف في المنظومات المائيه في الوسط الريفي، واللي نحن تو الوزاره منكب عليه، وان شاء الله في القريب العاجل نخرجوا بتوجه واضح باش نصلحوا الوضعيه هذه. اما راهو في الاصل معناها كان التوجه الاستراتيجي كان صحيح، لكن توا تعقدت الوضعيه وغير ممكن ان نواصلوا بالشكل هذا. بالله سي عبد الحميد سؤال اخير، واعتقد انه يتبادر الاذهان برشا تواسه. توا احنا عندنا ازمه على مستوى الماء وعندنا شح مائي، بماذا تفسر انه في كل مده نسمعوا بمنتوج جديد وشركه جديده نتاع تعليب مياه؟ باي منطق باي معنى؟ شنو الحكمه؟ كيفاش؟ تو احنا عندنا شح ماء وكل مره تسمع بمنتوج جديد وماركه جديده نتاع مياه معلبه. والملاحظه الاخرى، الملاحظه الاخرى سي عبد الحميد، انه اكثر المناطق اللي يصير فيها انقطاع للمياه هي اكثر المدن او الولايات الموجوده فيها الشركات هذه، مش لازم نذكروا الا الامثله. شوف اللي نعرفه انا في الموضوع هذا انه عنا عام ونص او عامين ما تمش اسناد حتى رخصه للتعليب وانتهى موضوع في العامين الاخرانيين. في العامين الاخرانيين ما تمش اسناد حتى رخصه، هذوما رخص قديمه اما تو بداوا في الاستثمار معناه. ايه تو في الانتاج. لا لا هم كلهم قدم راه. لانه ماركات زيادة خارج في العامين هذوما. مجال معناها خرق العاده الان نظرا للطلب ونظرا لما السناد مش خرق العاده. طبعا الناس تحب تمشي تاخذ الماء المعلب. هذا اللي نعرفه وكل متاكد ثم توجه في الوزاره لتنظيم القطاع هذايا والقطع مع ما كان عليه القطاع هذايا قبل. انا اللي متاكد منها المعلومه اكثر من عام ونص ما ثم وعامين ما ثماش رخص جديده. اسناد رخص جديده هذا نحكي له. حتى اللي واخذين الرخص نشوفوا العدد ما فيها باس، ما يصيرش انا حسب رايي اخلاقيا. شنو في بلاد صغيره 12 مليون تلقى من عشق قدام الشركه نتاع والناس تبيع في الماء، معناها انا في بالي لا يستقيم الامر.
هذا في بالي معناه لا يستقيم الامر معناه احتراما للناس هذيك. اكيد معاك انا والله كيفاش معاك يعملوا لهم معناه كميه مجانيه لازم نكونوا نرجعوا للعداله بالضبط كيفاش يصير نرجعوا للمسؤوليه المجتمعيه اللي من المفروض تطلع بها الشركات هذيك زاد والدوله بالطبيعه لازم الدوله تتدخل. هي الرقيب هي محامي كل تونسي كل مواطن بالضبط. هي اللي تسهر على سلامتنا الصحيه بالضبط. وسلامتنا معناها بكل انواع السلامه هذه مشمولات الدوله. شكرا لك فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحيه. شكرا لك ايضا عبد الحميد منجم مدير عام الهندسه الريفيه واستغلال المياه بوزاره الفلاحه. شكرا لك رياض مهدي ايضا. هكا نوصلوا لنهايه رونديفو 9 لليوم، نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت. تصبحون على خير. We'll be right back.